إي سوق، كل شيء أدنى تلقاه. الطيف ليد لايت، كافة منتجات LED، التكنولوجيا الإنجليزية. السرسرية جاوة ووصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش السرسرة، مو ياها كان يضبطها تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق بريد مقشمرة. تك 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 شكد يتلوم دك دك. إذا أنت بطيارتي ترانا طير بك. عندي علولي داي حلو وهكلي وسيلة المطيرتي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش ندير احنا نخلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل، وين مكبس الصاحي صير. اها اها ألمي دوخ الحارة ومي خبو الجارة. أمي طشارة تخاف من اللي فارة. ايش ليش لا تخبط لي حلقك شدة في الراسة. هو انت 56 وانا كله بقفاصة. اشتحوي لك عالتوقين هو انت اكبر بوخة. ترك الا واحد اسبوعين راسك تظل بدوخة. ذتك متصعب تعبو اليوم بتويها علاجة. انا اللي اتعارك وياه شبع خياطات براته. قابل نصم يا الارنب ما سامع بحلولي. هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعة شد الموضوع يا شليش اهدى شوية. ارد اشتري ست طيور ومعوز 1100. ميوس العوبة اسمع، هذا آخر تهديد مو آخر انذار، لأن أنت بعد الانذارات ما تفيد وياك. ثاني مرة إذا دقيت علي أحطلك عبوة بكيس الزبالة وأنت طالع تجيبيني زبالة تطق بوجهك. افتهمتي لو ما افتهمتي؟ ولا تخابرين ولا تدزيلي أي شيء ولا تسوي الفولو ولا تسوي الحساب ثاني وزحفيل. افتهمتي؟ أحبك وانت عنيف. ما قلت ليش وقت تتزوجني؟ بحايا حظي، يعني شبخت قبل للزواج. الثقة اللي عندك لو عد مطي كان شارك بسباق ما لحصونا فاز عليهم. ليش بابا انا لا اتزوجك ولا خطبك ولا اصادقك ولا ممكن احنا نكون سوا، لا بالمستقبل القريب ولا البعيد ولا المجهول. وبعد لا تخابرين. افتهمتي؟ معقول انا عوبة لهالدرجة؟ وش بيها العوبة؟ ما من حقها تحب وتنحب حالة حال البنات كلهن. ليش هيك شلش؟ ليش؟ ليش ما راعيت مشاعري وتسد التلفون بوجهي؟ بس لهنا وانتهى وقت الحب واجا وقت الانتقام. انا علمك شلش، اذا ما احرق البيت على راسك انا فلا ميوس العوبة. انا علمك شلش، شلون تسد التلفون بوجه ميوس العوبة؟ شلش انت علي لو تنقلب طلي. يا اخي اتهم هذا السحر، اشتغلوا هذا البيت على البارد. صباح الخير يمه. يمه شليش؟ مه شكلك مو على بعضك. سالمين خو ماكو شيء. هاتي شبيك تباو عليه؟ وجهك مال واحد عنده طلغايب من الصباحيات. لأنك موش عاجبني وضعك، واللي ما يعجبني وضعه بهالبيت يطلع برا. وليش يابا؟ على أساس بيتك هو؟ لا حبيبي، شوف خل أوضح لك معلومة زين. هذا بيت الخلفك. ايه والخلفنا هالسماء موجود، وانا كبير البيت والبيت مالتي. دهش ولك ما مفرج سنوني، اذا ازرقك بزيج هسه يغمى عليك. كني ابويا انا ما جاي اسمع زين لو اذا انا مسدودة. ها ابوك مسجل البيت باسمي. بطني يمه خايبة. ابوي اخذ الموت والبيت صار لي انا ابن الشبير. البيت الي واللي يفتح القصر كلات. وانا اختصاصي كلات. ده تعال اخذ لك كلة من اخوك الكبير. يا بهوب تعلمين بيتش ناوش بيكم شنو تخبلتوا؟ ولا تعبول، روح خابر امامه قلهم يجون بساع حتى نفصل شلش وامه.
تعبول؟ بسرعة بسرعة خابر جبار الواشر وقل له خليجي ياخذ دهش وامي ويلفق لهم اي تمطايا حفر. تعبول روح للسوق جيب لي سمة على الفيران، اليوم اسوي لهم مطبق سمك حتى شنهي يتسممون واخلص منهم. بيتشناوة سالفتكم شامري لكم عجيزة لو شنو اخاف مسوي لكم سحر. هذا شلون فاتتني هاي سالفتنا مو سالفة عادية. اي والله عطوق وسلي كانوا يم البيت قلت لهم ايش عندكم هنا؟ قالوا ها عندنا طير ضايع يدورون عليه على اساس يمكن هم اللي ذبونا سحر. ايش بيك انا شفته بعيني هو دي يذب السحر بباب بيتكم. انا تهيش ابن شناوة ويسوونا سحر؟ اليوم اجيب امامك كلهم وانصب شادر له بداية وليس له نهاية. اليوم افصل بيت عطوقة أربع فصول. إيه ونسويها بمطعم الفصول الأربعة. ما تسكت رحمة لبي خلينا نفكر بعقيل. دار الزمان ودارة يذبولي السحرية طشارة وأنا أكبر سحارة. شنو؟ أنت أكبر سحارة؟ إيش عبالك دخل أعطيكم هذا التصريح الخطير. أنا أصلا اسمي وسن بس إني سموني طشارة لأن طشرت الوادم الطشر بزماني. جميل جميل كلش. بعد يما بعد يما طيلة تسريح كون يا شعر له البدن. أرايدين تصريح ثاني؟ خوش دخذوا هذا التصريح الثاني وسمعوا كل زين راح يسم البدن. تدرون انت يدهيش وانت اخوه يا شليش ابوك مشناوة خذيته بسحر محبة وربطته بعرج مال سواحل بحري خليته مثل المحبس بصبعي. ثاني زامط بروحه او كذا مره قلت له تزوجني ثاني قال لي انت عوبة ما اتزوجك لا بالمستقبل القريب ولا البعيد ولا المجهول. وكان رايد وحده اسمها بقلاوه وتالي ما تالي صار من نصيبي وصرت انا حبيبته وهو حبيبي. والله يوم ولعت خطيره وقررت كلش اترك السحر والشعوذه ورب وليداتي. بس شلون ما تقولي جبروك ترجع لكارك. مغارة جوا التواليت. هلا بطشارة ناقصتش خفافيش وتصيرين الوطوات. هذا المخبأ السري أو كنت أستخدمه للأغراض السحرية فقط وطول هاي السنين المرحوم أخرب بيت ما يدري بيه. دي أحكي من زمان كان أستشتغلنا على المسؤولين حروز وطقينه دي شوفهم فرح السحارة اللي قاعدة بألف دار اشترى سمتيها باتش تروح وتجي بيها للدوام. هاي منين؟ من السحورة. واحنا بطرق الواز ام داك دعبول ما تحكي يا دهش. انا مسعوق كهربائيا ونفسي. ايه غرفة السحر والشعوذة ذكرتوني بالايام الخوالي يوم كل شيء يسوي السحر الاسود هجمان بيوت جلب الحبيب طق الحبيب قفل عقد رزق. انا كنت اسودن الصاحي والصاحي اسودن اطق الخرز اعرف القضى والمضى وكل شي اللي يخطر ببالك اسوي ما حب قلبك واشتهى. بس خالة الشارع انت ما تلحقين هاشم سلمان بالسحر. هذيش المرة طلع حمامة من الشفقة شايفة شلت لو ما شايفة. طيب دسكيت دسكيت اقول له سحر اسود وهجمان بيوت اقول له هاشم سلمان. انا دهش ابن شناوة طلعت امي سحارة لا 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 هذا الشيء ما مقبول بتاتا. ادهيش تتذكر من حلمت بروحك صاير مطي؟ هذا ما كان حلم انا سويتك مطي لين ظليت تدردم وعكرت مزاجي وبعدين ظليت جوع رباب البيت وبمزاجي رديتك ادمي. انا هم قلت هيك حرامات لو بقيته وهسه اريد ان اختل بروحي حتى اشوف ان شغله ويبيت عتوقه ورد راويك يا عتيق يا ابن خاشية. يا ملك الجان يا ملك الجان العظيم طشارة جناني. ها طشارة جاية تسوين هناني؟ رحت للسوق وتيت الطريق للبيت
ما أدري، وقلت خلنا نرتاح بالفي شوية أشوف أن أحد يوصلني. بس والله لو عرف هذا بيتكم كان جيت وسلمت عليكم. ولو أنا ما ارتاح لك يا طشارة، بس يلا هلا بيش طبوا يا منرتاح يشربي لك شاي تغدي. لا والله الويلة أظل بالهم ولازم أروح أنا بسرعة. يلا عودة أتزدج بالفيس ضيفيني، مو مثل ذيك المرة سوي لي حضر. يلا see you in the hell. أو أنا الفيس ماتي ما يلفي شكولاتك ومثال شكولاتك. اللزين خوش ذكرتيني أسوي لك حضر، أخاف ناسية. أخاشية إذا بتريدي وين كنتي؟ ها؟ شو شامرها عسوري؟ شنك جاي تباوع مسلسلات تركية؟ إيه وهسا شلون شفت مشهد حيل مؤلم ومؤذي ويكسر الخاطر؟ ياه اشتو وشنو بالله هذا المشهد الحرك مشاعرك المتجمدة اليابسة؟ شفت نيهان من عافت رجلها وبيتها وراحت الكمال. شنو قصدك؟ وعلى شنو هي قاعدة تبسمر؟ شو قاعدة أحسك قاعدة تدقلي بسامير؟ لا 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 مش أدقل، أنا أتساءل عن سبب اختفائك عن البيت نص ساعة. أعتقد أنا مزيع من حقي أعرف. كنت بالسوق. أها وين المسواك؟ لا 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 ترى السالفة وصلت حدها. أي قاعدة أشوف أنك يا مزيع لي أبو عدوق ما صخت. وانت حيل وصختيها. لا ما أسمح لك بتاتا، أنا خاتشية بسكينة تقول لي وصختيها وتطعني بشرفي لا اليوم على شرفك. هاي هاي براي هاي شبيكم؟ الواحد ما يقدر ينام هنا؟ شنو السالفة؟ أها شوف الاعتداءات ولك عتوقي، أنا شاك بأمك عندها نوايا غير سليمة وأطالب بتحليلات الدي أن دي. أنا نواياي غير سليمة؟ هي ما عندك نوايا سليمة شادخذها. هذا عتوقي مش ابنك، ابن سعدون صاحبك، ولا تعب نفسك بالدي أن أي 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 خاف تقول. ها شنو اليوم الأخبار هذا؟ صبحت لقيت نفسي دقيق وجمال ابن سعدون الأغم. شبيكم ما تقولون شبيكم؟ مسوي لكم سحر لو شابرينكم عزيزة. يا اي 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 اوقف اوقف صدق عود عزل عزاج طشارة توني شفت طشارة مداي شباب بيتنا شكلها كانت تذب لنا سحر. ايه انا علمنك يا طشارة اذا ما خلي طشارة جمالة والفة لا انا قاجية بسكينة. ايه وش راح تسوين بالله؟ انا راويك اش راح اسوي. تعالوا دخلوا. انهجم بيتك يا مزيعل، مرتك عندها مغر جوا القاع وانت مسوي نفسك سبع البرومبة على قولة المصريين، وكل شي تفتهم ام داني. اي والله ومرة ثانية ام داني. يا بما تسكت لعد انا شاقول طلعت لقيط وفوقها ابن سعدون الأغم. انا علمك يا طشارة انت وفريخاتك يا ملك الجان العظيم خاشية نادي. يا ملك الجان العظيم طشارة تناديك، وينك يا ملك الجان العظيم؟ أريدك تصمت لأبو أبوهم وهاي كفشة الشعر معقودة مثل ما طلبت. ولك عتوقي حبيبي قل لي شبيك؟ بويا قام يزاقط عتوقي. ولك الخاطر أبوك سعدون جاوبني. شن هي؟ الشنبت بسالفة سعدون؟ تعوفة العتوقة عوفة هاي سوايات طشارة. أنا أعلمك يا ملك الجان العظيم تتعال مش أقول لك تعال تتعال بساعة تعال يا ملك الجان العظيم ابتلع على الخاص بسرعة. ملك الجان العظيم تعال بسرعة راح نشتغل الخطة
سبعة 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 بلنقلوزو سفن آب سفن آب سفن آب. يا ملك الجان يا ملك الجان العظيم الدارة تنادي خاشية تنادي يا ملك الجان العظيم قشارة تناديك ولج يا طشارة يا الجاهلة يا الأمية يا الخبازة يا الأرملة يا اللي ما عندك رجال يا شكمج أبدأت سكتي يا الفراشة يا المستاحة يا الكناسة أرمل لو قاعد بوحدي أحسن ما عندي زلمة سكراب خرنقع مثل رجلك ليش ايش بعيون رجلي اها زلمة حوك او من البس للحمر ولا خضر يصير كنا باباي بس اولي على الماعدهم باباي ومقضينها مثل ساندي بيل بيب بيب يركضون ورا الزلم لا ابوي المرحوم ميت بالقبر واحسن من رجلك ذاك اليوم جانب الحلي يجعني هو بعد صحيت ولقيت روحي وين بالبنكة الله يرحمك يا شناوة ميت وما تقعد راحة الذبيلي سحر ينبيتي يا طشارة مو خوش أنا علمك إذا ما لغيتك أنت وفريخاتك من الوجود أنا موش بالتبول حتى من ورقة الحصة التنويمية هم ألغيكم عبد سكتي يا السحارة دازت السحر بيد ابنك هذا عتوقي وجاي تخربون بيتي انا راويك اليوم الا خليك انت ورجش الخرنقع تتبخرون وابنك هذا خليه مسودا ويفتر بالشوارع يا ملك الجان العظيم يا ملك الجان العظيم تعال بساعة تعال بساعة تعال بساعة لا 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 ملك الجان العظيم تعال يمي تعال يمي تعال يمي ملك الجان ترى احرقنك حرق تعال يمي هذا ملك الجان العظيم تعال يمي احسن لك رحت السودة اللي دخلت المصلحه قايم ايش مال كان ينعي جايز السودة انت استعدوا بالرحمن ترى حرام اللي جاي يسوونه السحر والشعوذه الين احترام صارت مسخره ترى بس عيد كان بالعراق هيج انا ابن عمي يشتغل باوروبا السحر اللي يسووه باسبوعين بالعراق هناك يشتغلوا بسنتين عيب عليكم بويا ملك الجان شوية هدى عصابك بعد عمك اسكت يا الخرنقعي لو بيك خير شاك قضيت مرتك رزلتها دهش اقسم بذات الله انا اللي سويتك مطي المرة اللي فاتت وما عندي اي مشكلة ارجعك مطي لو رجليه مكسورة وما يسمع واللي اسمع همسن يسوي سحر مرة ثانية أن على شيء بمه وبعيد يلا امشن على ابو هالشكولات السرسرية جا ووصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية لك بابا تحشيش السرسارة يا هجان يضبط هاي تارة إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق بريد مقشمرة أتك تك 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 شكد يتلوم دك دك إذا أنت بطيارتي ترى أنا طير بك عندي علوني داي حلو وهكي وسيلة المطير تشي يشرب بيبسي بالكتلي لو حششنا تشوش نديل احنا نخلينا الفيل يطير خلينا الصاحي كبسل وين مكبسل صاحي صيل اها اها المي دوخ الحارة وما يخبو الجارة امي طشارة تخاف من اللي فارة ايش ليش لا تخبص طيح حلقك شدة في الراس هو انت 56 ولا كلهم قفاصة اشطح ويلك عالتوقي هو انت اكبر بوخة ترك الا واحد اسبوعين راسك تظل بدوخة تذكر صعب تعبو اليوم بتويها علاجة انا اللي اتعارك وياه شبع خياطات براتة قابل نصم يا الارنب ما سامع بعلولي هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي